هذا القطار في ماليزيا، بعد شوية راح نجرب نركب القطار. عشان تخش القطار لازم تشتري زي هذه قيمتها ريال. بعد ما تشتريها حطها هنا كذا، يفتح الباب هذا وتخش على القطار. وصل القطار، الآن بندخل. حرك القطار، حرك. ما شاء الله مرة سريع. وصلنا احنا خارجين والناس بيدخلوا. القطار راح خلاص، مع السلامة.